فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا بينا للقبوريين أن الاستغاثة شرك فإنهم يجيئون يقول بشبهة أن الاستغاثة بالميت ليست عبادة، فكيف تكون شركا؟ ليست عبادة، هواهم. الاستغاثة نوع من أعظم أنواع العبادة، الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة، وهي أخص من الاستعانة. الاستغاثة أخص من الاستعانة، لأن الاستعانة تكون في حالة الرخاء، أما الاستغاثة فلا تكون إلا في حال الشدة، فهي أعظم أنواع العبادة، أو من أعظم أنواع العبادة. نعم.